السلام عليكم، يعطيكم العافية. بهذا الفيديو راح نشرح لو أنا سميت الـ extensions الـ display name تبعهم، لو اتصلت من extension على extension تاني، الـ extension المستقبل راح أشوف رقم الـ extension اللي اتصل علي والـ display name تبع الـ extension اللي اتصل علي. بس في مشكلة بتواجه هنا، لو أنا شيكت بالهيستوري تبع الـ receiving extension راح أشوف الـ extension number بس، يعني فأنا بدي أشوف الـ extension name لأنه الـ extension name بيكون أوضح إلي، يعني كـ extensions بين بعض. يعني مثلاً لو حكينا example، مثلا عندي extension 301 اسمه باسل و extension 302 اسمه علي. لو extension 301 اتصل على extension 302 بشاشة التليفون اللي هو extension 302، راح اشوف incoming call من extension 301 وحشوف الاسم باسل. بس لو فرضنا انه الـ extension 302 اللي هو الـ receiving ما رد مثلا، ورحت على الـ history تبع التليفون، راح اشوف فقط الرقم 301، ما راح اشوف الـ display name. احنا بهذا الفيديو راح نحل هاي المشكلة، لانه الـ display name بيكون اوضح إلي وبعطي indication اكتر للـ end users بين بعض اللي بيتصلوا بين بعض extensions داخلي. زي ما احنا عارفين لما اروح على الـ extension واعمل edit، تمام، النيم هون هذا هو الـ display name، هذا اللي بيطلع بالـ receiving extension، راح يطلع incoming call 301 واسم الـ extension. بس لو رحت بالـ history تبع الـ receiving extension راح اشوف الرقم بس. انا بدي اشوف الـ display name اللي هو أوضح بضل من الـ extension number. عشان أحل هاي المشكلة رح أشوف الـ extension register على أي SIP profile، زي ما احنا شايفين هون على SIP profile اللي هو 1، فرح أروح على profile SIP ورح أختار الـ 1 زي ما شفنا إنه الـ extension كلها register عليه. راح ندور على CID header او caller ID header، هو by default الـ option disabled. راح اختار be certed identify وبعمل save وبعد هيك apply. بهاي الحالة لما الـ extension 301 زي ما احنا شايفين اتصل على الاكستنشن 302، هيطلع incoming call 301 باسل، وبالهيستوري تبع الاي بي فون اللي هو اكستنشن 302 راح اشوف الديسبلاي نيم. ليش؟ لاني بعتت الديسبلاي اكستنشن نيم عن طريق هذا الاوبشن اللي احنا شايفينه اللي انا فعلته.